نبدأ بقى كلامنا على اللايت تايبس. ويمكن انا بدأت اتكلم على اللايت تايبس قبل ما اتكلم على الارنولد فوليوم وعلى اتموسفيريك افكتس، لان الفوليومز والاتموسفيريك افكتس الاثنين مرتبطين باللايت، فكان لازم نبقى فاهمين اللايت تايبس قبل ما نتكلم على الحكاية دي. زي ما انتم شايفين انا حطيت بس الارنولد منيو، حطيتها هنا تمام عشان تبقى اسهل ان انا اوصل لها. الاول تعالوا نشوف اللايت تايبس بتيجي منين. هنروح لارنولد لايت وهناخد اول تايب معانا اللي هو الكواد لايت. هنطلع بره الكاميرا بتاعتنا كده وهنلاقي الكواد لايت هو زي اسمه ما متقال، عبارة عن لايت بالشكل ده كده. كل اللايتس بتتفق في حاجات كتيرة جدا 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 جدا، من ضمنها اولا ده الكالرز. قبل ما نظبط الكالر تعالوا الاول نظبط وضع اللايتس. انا كالعاده بروح لللايت، اي لايت بنزله بقوم حاطط تارجت تاج واقوم واخد الشيدر بول او تفر الاوبجكت بتاعي هيبقى ايه عليه كده، وبظبط ان تبقى الفيوز على السين فيو، وهاخد اللايت ده كده بحيث هو يفضل باصص للاوبجكت بتاعي وانا مشغلش بالي بقى الدنيا هيبقى فيها ايه. اللايت انا شايفه بعيد شويه، فممكن نقرب اللايت شويه من الاوبجكت بتاعي بالشكل ده كده، وممكن نكبر ده. ده بقى هتكلم عليه، انا مش هعدل فيه اي حاجه خالص غير لما نجيله في السين او في الاي بي ار. ده كده واحد، وده هسميه اللي هو المين لايت. وهقلب المحاور وهعمل دبل جيت لللايت ده، واللايت ده هسميه الفيل لايت، وهاخد ده الناحية دي كده واجيبه شوية. هو ده الهدف من ان انا اعمل حاجة زي دي بالمنظر ده. كده تمام جدا، عايز حتى الفيل لايت يبقى جاي من الباك، من الباك شويه. جميل. بعد كده هقلب المحاور بتاعي، لا خليها زي ما هي تاني، واقوم واخد لايت كمان وهسمي ده التوب لايت، واخد اللايت ده كده واخده لوكال واقوم قلبه كده. مجرد ما اقلبه كده، ده بقى بالذات انا مش عايز التارجت، وهروح للكووردز و دي هتبقى زيرو ودي هتبقى سالب 90. ألف كده تمام. طبعا هروح للتوب فيو واظبطه هنا كده، مش شرط يبقى على الميدل قوي، واللايت ده هيبقى وايد وايد لايت. نرجع للفرونت وهعلي اللايت ده فوق شوية. كده احنا خلصنا من اللي نقدر نقول عليها من من السين سيت اب. ونبدا نروح بقى للكاميرا فيو، واروح ل كنترول اس ونطلع الاي بي ار. يمكن تاخد وقت لان انا بسايف على يو اس بي درايف، عشان كده الرايد والريدنج بياخدوا شويه وقت. طلع الاي بي ار طبعا. في بقى حاجه
ودي انا تعمدت انها تحصل. مديني ريندر فيلد، بليز تشيك ذا كونسول، اعمل شيفت مع اف 10. بص ارنولد مش هيديك دي بنسبه 80% او 90% الا اذا كان عندك صوره ناقصه، وده حقيقي لان انا عملت سيف از للسين دي على الديسكتوب. طبعا هو لما عملت سيف از على الديسكتوب كان في تكتشر هنا محطوطه على الفلور، ففي الحاله دي هو مش لاقي التكتشر الفلور. بدليل احنا عملنا شيفت مع اف 10، هنيجي نبص هنا هلاقيه بيقول لي والله invalid image file، وهو مش لاقي الايمج فايل فلور ديفيوز 001. فهنروح للفلور وفعلا هو مش لاقي فلور، وهنروح هنا وهروح لريموفال ديفايسز واخد دي. طبعا هو هيقول لي اخدها للتكست فولدر، هقول له يس عشان يعمل تكست فولدر جنب الفايل، وتبقى الايمج دي ريليتد لو تمام، وهو كده خلاص عمل لها لودنج وبقت الدنيا تمام. تعالوا نظبط اللايت، نروح للمين لايت. اول حاجه في المين هنا الكالر، الكالر انت حر اما انك تشتغل بالكالر من هنا مثلا، او انا بصراحه ما بشتغلش بالكالر من هنا الا اذا كنت عايز كاستم كالر. بحب اشتغل قوي بالتمبريتشر، يعني بحب مثلا لو عايز هوت كالر برجع بدي لورا كده فباخد هوت كالر، لو عايز كولد كالر بطلع بيها لقدام. لو رجع تاني للمين عندي الانتنسيتي والاكسبوجر، الاثنين بيعملوا الباور بتاع اللايت. فانت اظبط الاكسبوجر الاول وبعد كده اظبط الانتنسيتي. الانتنسيتي بتدي او بتدي الفولوف، انما المين باور من الاكسبوجر. فانا لو رفعت الاكسبوجر ده شويه كده مثلا، فكده اللايت انا شايفه كفايه قوي او الاكسبوجر بتاعه بقى جامد قوي. فانا ممكن ارفع من هنا بقى، ابدا ارفع الانتنسيتي تمام بالشكل ده كده. فهي هي ورك فلو معين، انت حر يعني عايز تشتغل كده اشتغل، مش عايز تشتغل كده ما اشتغلش، زي ما انت عايز. عايز تشتغل على الانتنسيتي وبعد كده تظبط الاكسبوجر برضو زي ما تحب. عندي الويدث والهايت، الاثنين دول الاثنين دول الكونتريبيوشن بتاعهم في الشادو وشكل اللايت على الريفليكشن وكمان قوه الاضاءه نفسها. كل ما البارامترين دول هيكبروا كل ما اللايت هيقل كل ما الشادو هيبقى انعم. فلو انا زودت دول، لو خدنا بالنا من شكله اصلا في ريفليكشن بدا يزيد، ولو زودنا دي كمان تمام بقى بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. الشادو بقى سوفتر بقى انعم واللايت بقى اقل. فانا في الحاله دي ممكن ارفع الانتنسيتي شويه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. نيجي بعد كده للريزولوشن، ودي لو اللايت انت مستخدم فيه تكستشر، بس احنا مش مستخدمين تكستشر. عندي السامبلز اتكلمت عليها كتير فمش هتكلم عليها تاني، وليكن هنحطها 4 بحيث نضمن كلين سامبلنج. سبريد كل الكلام ده مش هتكلم عليه الا الديفيوز او السبيكولر. مثلا تحديدا السبيكولر، لو انا مش عايز اللايت يديني الشكل ده او مش عايز اللايت او الشيب بتاع اللايت يبان في الريفليكشن، فانا هاخد السبيكولر ده لورا بالمنظر ده. انا كده لغيت اللايت من السبيكولر كونتريبيوشن فمش هيشوفه، اما لو رفعت ده كده فهيشوفه بالنسبة بنفس النسبة اللي انا برفعها. يعني في الغالب ما بحبش اسيب دي واحد خلاص لان بتبقى عامل زي الباتشز، او ممكن اسيبها بس لو انا حاطط سكاي وده مش هيبقى المين تاسك بتاع السين بتاعتنا دلوقتي. عندي بعد كده في الديتيلز، في الديتيلز بحط لايت فلترز ودي هتكلم عليها في حينها، او ان انا بشتغل على التمبريتشر سواء ان كانت بالهوت كالر او بالكولد كالر. تارجت مفيش فيها حاجه هي دي، وبروجكت بعمل اكسكلود او انكلود لللايت. هو ده الكلام في اللايت. على فكره اللايت كلها نفس الكلام ده. ايه الهدف ان انا حطيت في اللايت؟ الهدف ان انا حطيت في اللايت اني ما يبقاش الشادو هنا شكله اسود وشكله مش حلو تمام. فالفكره ان انا برضو هرفع اروح الاول للديتيلز واعمل تمبريتشر وده هخليه كولد كولر، واروح للمين وهرفع الاكسبوجر بتاعه، بس ده مش هرفع الاكسبوجر بتاعه قوي تمام مش قوي، وهرفع الانتنسيتي نفس القصه في السبيكر كونتريبيوشن مش عايزه يبقى ظاهر قوي.
المين لايت ممكن ارفع شوية. تمام. والفيل لايت نفس الموضوع. تمام كده احنا ظبطنا الشادو وظبطنا شكل اللايت. فاضل التوب. هروح للتوب لايت، مش هعمل فيه حاجه، هسيبه وايت وايت كلر. تمام. وهرفع الانتنسيتي بتاعته حبه، لان ده هو الفيل لايت، هو ده اللي ظبط لي الدنيا. ولو رفعت هرفع ده يا دوبك سنه بسيطه قوي، يعني 1.3 حاجه بالشكل ده كده. نفس الموضوع، انا عايز السامبلينج تبقى 4 مثلا، وفي الفيل لايت نفس الموضوع. او خلينا نتكلم على حسب الدنسيتي او على حسب الانتنسيتي. انا مش واخد انتنسيتي عاليه قوي من الفيل لايت، فخليه ده 3. نفس القصه في ده، هخليه برضو 3. اما ده فانا واخد منه انتنسيتي عاليه واكسبوجر عالي، فممكن يديني نويز عالي، فانا هسيبها 4. ما افتكرش انك انت هتضطر في اي حال من الاحوال انك تعلي السامبلنج عن 3 او 4 بالكتير جدا جدا جدا. ده بالنسبه للكلام على الكواد، على الكواد لايت. طيب لو انا عايز اعمل حاجه تانية، خلاص لو انا هشيل الفيل لايت ده، تمام، وهروح مكان الفيل لايت احط ارنولد، ارنولد لايت، وهحط سبوت لايت. في السبوت لايت عشان يبان، او خلينا نعمل كنترول زد زد زد. تمام. انا سايب ده في اللايت اهو، انا هروح لارنولد، ارنولد سبوت لايت، وهاخد السبوت لايت ده مكان الفيل لايت، وهروح اخلي ده 0 0 0 0 0 0. تمام. وهطلع ده بره، هاخد دي كتارجت واشيل الفيل لايت. هقفل كلهم حاليا. مش عارف تمام. وهسيب بس ده. انا شلت دي علشان اظبط اللايت بتاعي كما ينبغي، لان انا كده مش ظبطه، فانا هطلعه لفوق كده مثلا. دي حاجه. الحاجه التانيه، انا عندي هنا التارجت بتاعه، التارجت بتاعه كبير قوي، فانا هخليه كده. دي نقطه. النقطه الثالثه، ودي بقى الاهم. تمام. خليني اخد كده واطلع كده واعمل زوم ان. ليه حاجه زي كده؟ في هنا عندي الاثنين اللي احنا شايفينهم دول. لو احنا رحنا للسبوت لايت في المين، انا عندي هنا حاجه اسمها الكون انجل و البينومبرا انجل. الكون انجل ده اللي هو حجم اللايت نفسه، يعني هو هيأثر او الفولوف بتاعه في مقدار قد ايه. انا مثلا عايز ده هنا كده. اما البينومبرا انجل، فلو انا عملت كده، فالمنطقه دي هي المنطقه اللي اللايت قوي فيها جدا. المنطقه اللي بين البنومبر انجل والحد اللي بره ده هو ده الكون انجل. لو انا رفعت كده، فانا كده بوسع اللايت، ولو انا زودت او البنومبر انجل، فانا بقلل المنطقه اللي تركيز الضوء فيها شديد. طبعا دي مش هتبان غير هنا. لو رفعت البنومبر اهي بقت قليل قوي، لو قللت فانا بقيت بسمح ان الضوء يبقى شديد قوي هنا ويبدا يتلاشى من هنا. تمام. فانا هسيبه هنا. الاسبكت ريشيو، انت عايز الضوء يبقى بيضاوي، يبقى ده لو انت عايز تاخد بروفايل معين للاضاءه. خلاص، فانا هسيبها بواحد. هنا الدروب اوف، لو انا زودتها فانا بسمح ان الضوء المحيط بتاعه او الفولوف بتاعه يوسع. راديوس، خلاص عارفين الراديوس دي ايه، كانك حاطط عدسه قدام اللايت، عدسه، لان اهي زي ما انت شايف كده الراديوس هي قطر النقطه اللي اللايت جاي منها. انا هسيب الراديوس زي ما هي بالمنظر ده.
هتنفعني في ايه؟ هتنفعني لما اعمل الفوليوم، طبعا هخلي ده مثلا وليكن بتلاتة خلاص، ومع دي هقوم مشغل التوب لايت. طبعا في حالة زي دي انا التوب لايت ده هيبقى يدوب بيساعد بس ان الاوبجكت بتاعي يظهر، لاني انا عايز المين لايت بتاعي يبقى السبوت لايت. فانا هروح للمين لايت اشوف كده، هنقول 5 و4، فانا هروح هنا واخلي ده 5 واخلي دي 4 تمام، يمكن اقل كمان تمام. دي حاجه. الحاجه التانية الدروب اوف هقلله بحيث اخد سوفت فولو. هاجي للمين لايت ده ويبقى المين لايت بتاعي دي، او يبقى المين لايت ده هو الفيل لايت. فلو انا خدت دي لتحت وخدت ده لتحت شويه ورحت للباشا ده وقمت رايح على ديتيلز وخدت ده، يبقى هو الورم كولر، ورحت للسبوت لايت ورفعت الانتنسيتي. انا مش عايز اجمد الاكسبوجر بتاعه عالي قوي على فكره تمام، هلاقي الاضاءه بالشكل ده كده. انا سبت الاي بي ار يعمل ريندرنج وننقل عن نوع اللايت اللي بعد كده. نوع اللايت اللي بعد كده نوع ظريف وجميل جدا جدا جدا، ويمكن هو ده النوع اللي انا قلت انه بيغني عن الاميشن، ان احنا نعمل الماتيريال اميشن، لان مش هتدي نفس الموضوع. غير كده كمان بتاخد سامبلز كتيره جدا جدا، وبيطلع منها نويز فظيع بصراحه تمام. فخلينا نروح للارنوت لايت ومنه ناخد المش لايت. المش لايت كلايت هو زي كل اللايتس، مش هقعد اشرح كتير. هو البارامتر المختلف بتاع مش، هو مستني منك انك انت تاخد له اوبجكت ويبقى هو اللايت سورس. فانا هاخد هنا الشيدر بول توب بيسز اللي هي التوب بيسز دي، وهقوم حاططها للمش لايت. بمجرد ما تتحط للمش لايت اوتوماتيك بتتقلب للايت سورس تمام بالمنظر ده كده. فهنستنى لان هي يعني تاخد سنة سامبلينج كتيرة شويتين. هنستنى هنا كده وخلينا ناخد ده هنا تمام. وفي عندنا حاجة اسمها لايت فيزيبل. لايت فيزيبل انا بلغي المش تمام، بلغي المش، ما بيبقاش المش هو اللي مشاع، لا اللايت ده بيقوم شايل المش وعامل ريبليسمنت له باللايت. طبعا انا لو انا شلت دي كده انا كده برجع المش تاني، بيبقى اللايت طالع من تحت الماتيريال. لكن انا لو قلت ان في انتنسيتي او اكسبوجر، فبتلاقي ان لون الماتيريال نفسها هو اللي بيبقى مشاع. لكن هنخلي دي كده وهروح لديتيلز وهناخد دي بالشكل ده. لكن في حاله زي دي اللايت ده بيقل شويه علشان تعرف تاخد منه كلر او تعرف تاخد منه لون. هو ده المش لايت. او ممكن والله ناخد الجزء اللي تحت ده اللي هو البيز تمام، وافتكر ان هو هيبقى اظرف واحسن، على الاقل الايفكت بتاعه هيبقى باين على بالظبط، هيبقى باين على الاوبجكت وباين على الارضيه، على عكس الاوبجكت ده. خلينا نشيل ده كده ونشوف الايفكت ككل تمام. هنا بقى نقدر نتكلم لو قللنا الاكسبوجر شويه ورفعنا الانتنسيتي شويه، هنستنى لان السامبلنج بتاعه فعلا كتير. هقول له ده 4 لان ده
من اللايتس بصراحه اللي لو السامبلنج بتاعها معليش مش هتاخد الافكت اللي انت متخيله فعلا، لان هو اعتماده كله في ان هو ينشر الاضاءه بتاعه على السامبلنج، تمام؟ ما بيعتمدش على حاجه تانية. يعني عليت الانتنسيتي هتلاقي ده في وهج جامد قوي، لكن هتلاقي الاضاءه مش منتشره بالشكل اللي انت متخيله، مش لانك انت مش معلي الاضاءه، لا، لان انت مش معلي السامبلنج. شوف السامبلنج لو 4 هتبقى عامله ازاي. طب لو السامبلنج 1 زي ما انت شايف، يعني علاوه على ان انا خدت نويز، بس بصوا كتله بيضه ابيض، انت واخد حاجه بيضه، لكن لا في كلر، الكلر حتى اللي جاي لك من الديتيلز من الكلر تمبريتشر مش موجود اصلا. دي نقطه. النقطه الثانيه، مش هتاخد السوفت فولوف انك انت تبقى واخد هنا سترونج لايت وطالع على الويكنس، او طالع على ان اللايت يبقى ضعيف. فخلي بالك قوي من اي حاجه فيها ايميشن، سواء كانت لايت سورس او سواء كانت تكستشر، الاثنين بيعتمدوا على السامبلنج، تمام؟ فانا ممكن اخلي دي كمان 5 مش 4. بص في ثانيه الموضوع مش موضوع نويز بقى مع حاجه زي دي، القصه مش قصه نويز، لا، القصه قصه انا اخد لايت مظبوط، تمام؟ ما افتكرش ان في كلام تاني. لو قللت الانتنسيتي شويه وعليت الاكسبوجر شويه، يعني افتكر كده احسن. ماشي، لو قلت له لايت فيزيبل، لو شلت لايت فيزيبل كده ايه اللي هيحصل؟ هو كده اللي بيحصل ان بيحصل دمج بين المش نفسه، بين الاوبجكت نفسه كاوبجكت، وبين اللايتنس او بين اللايت. استنى شويه لغايه ما يخلص علشان اوريكم الشكل بتاعه بعد ما ينتهي. بكده نكون وصلنا لنهايه المحاضره بتاعت اللايت تايبس. فاضل بقى احنا نتكلم في المحاضره اللي جايه على طول على السكاي، وهنتكلم على الفيزيكال سكاي من ناحيه، وهنتكلم من الناحيه الثانيه على الاتش جي ار اي سكاي، ويبقى فاضل لنا كده ان احنا نتكلم كمان على اللايت فلترز والاتموسفيركس، ونبقى خلصنا الفوليوم الاولاني من الارنولد. واشوفكم على خير في المحاضره اللي جايه.